من حين لآخر. يعني هذه التلاوة احنا يعني الشهر رمضان هو شهر القرآن، تكثر فيه تلاوة القرآن الكريم، ولكن هذا لا يعني أننا يعني خارج رمضان يعني نهجر القرآن. القرآن يعني يجب الإنسان يوميا يتلوه، يوميا يعني يفتح الكتاب ويتلو يعني جزءا منه، على سبب القدرة تاعه وعلى سبب الوقت تاعه وعلى سبب تاعه. يعني يعني الواجب الأول هو يعني أنك يعني يوميا يعني تبقى دائما يعني في تلاوة دائمة للقرآن الكريم، مع محاولة يعني حفظه يعني من حين آخر، يعني